هذا البرنامج برعاية كريم هايبر ماركت. محجزين التحدي هو عبارة عن 20 سؤال، 10 لك 10 إلي. أوكي. راح نتحدى بعض ونشوف مين راح يجيب سكور بكل بساطة. يب. يعني أنا أتوقع أني أخسر، أني أنا آمن أن هذا البني آدم حتى ثقافة العامة فوق الخيال. لا أنا ماني تعبان أصلا، جايك تعبان بعد أيام أثر علي. فش داعي أقول له، أقول لي كيف جاي تعبان؟ ما في داعي، خليه ساكت أحسن. أبو حجزين راح أبلش معك أول سؤال. أين افتتح أول متحف بالعالم؟ شوفوا أنا عزمت بس ما جيتش، يعني ما رحت. بس وين كان؟ كان ظروف، ما عندي فكرة. ما عندك فكرة؟ ما بعرف. أعطيك خيارات، القاهرة، بريطانيا، أم إسبانيا؟ القاهرة، بريطانيا ولا إسبانيا؟ متحف؟ عارف بيكون مثلاً بريطانيا؟ بدي جواب. بريطانيا. بريطانيا جوابك غلط. القاهرة بعام 1901 تم افتتاح أول متحف بالعالم. حلو. ممتاز؟ ممتاز. ممتاز. ما هو أكبر محيطات؟ لا انت السؤال عندك. سوري انت تسالني. عسيرة المحيطات. ما هو اصغر محيط؟ اصغر المحيطات. مش عارف الجواب، بس اسمح لي خليني افكر بالجواب وانا قاعد بروح بجيب الجوائز هاي. لا خذ راحتك. مش هروب من الاجابه يعني. لا ما... بس صدقا ما بعرفهاش. خلينا بس. طيب معناته هيك مشان الاعزاء راجد رن الجرس، ظلكم متابعين معنا كل ما يرن الجرس النوتيفيكيشن الخاص بموقع الطقس العربي بيجي على موبايلاتكم. ما تنسوا انكم تحطوا كومنت، اتفقنا؟ واخر كومنت لما يطلع هذا الجرس راح نثبته، نعمله بن عشان يكون هو الرابح معنا. لازم يكون اللايف معمول له شير. خلينا نشوف مع بعض مين اللي ربح معنا ونفتح هاي الخزانة. المهم احنا حاليا زي ما عودناكم راح يكون في عندنا ثلاث جوائز. احنا موجودين بالمساحة الخاصة بطقس العرب جو. طقس العرب جو هذا الفيتشر اللي موجود على ابليكيشن طقس العرب اللي بتقدروا تفوتوا وتكبسوا عليه، بوفر لكم خصومات جدا رهيبة من العديد من المطاعم وايضا المحال التجارية، وبقدر ايضا كمان ينظم لكم حياتكم ويعني الطقس او طلعاتكم اللي لها علاقه بالطقس بطريقه جدا ذكيه. ما تنسوا طقس العرب جو، هذا الفيتشر الموجود على ابلكيشن طقس العرب. ايضا نشكر شركه امنيه اللي بيقدمون الجوائز، نشكر ايضا المناصير للزيوت والمحروقات وسامكس، مجموعه المراد، كل الناس اللي بيقدموا لنا ايضا، ما نكون يا رب نسينا حدا. المهم طبعا نشكر شركه الاعمال المتقدمه لضمه التكييف الحديث ايضا اللي قدموا لنا. يا سيدي العزيز اللي انت هسه على الكومنت ثبتنا لك الكومنت تبعك، انا لاني مش شايف، ممكن تكون بنت او شاب. جهاز تنقيه هواء مقدم من شركه الاعمال المتقدمه لانظمه التكييف الحديثه، وايضا فطور لشخصين بقيمه 70 دينار من مطعم كوبا كابانا، وايضا قسيمه بنزين بقيمه 10 دنانير مقدمه من المنصير للزيوت والمحروقات. شكرا 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 لكل اللي قدموا لنا جوائز. نرجع والله معك ابو حجزين، شو قلت لي اسم اصغر محيطات العالم؟ المحيط المتجمد الشمالي. هو هيك؟ جد؟ ليه جاوبت السؤال المفروض انا اجاوبه؟ ما انت اكيد مش عارف. يعني عادي. يعني كان لو خليتني افكر كان عادي. اعطيك خيارات. المحيط المتجمد الشمالي. المحيط المتجمد الشمالي. حلو. ولا المحيط المتجمد الشمالي؟ المحيط المتجمد الشمالي. فقط ما بدي تساوي. مفاجئ. دائما اسامه مذهل. طيب هيك احنا 0-0 النتيجه لسه سيدي. سؤالك بيقول ما هو اكبر محيطات العالم؟ المحيط الهادي. والله برافو عليك، 1-0 النتيجه حبيبي 100%. دوري. بس انا دقيقه شوي بنطمن على قرايه المندوره. شوف اناس حبيبي ابو الجتاوي، كمان مره اهلا وسهلا فيك امجد بجوك برمضان باستديوهات وموقع ومقر طقس العرب. القلاي صرف على النار وسخنه خفيفه سهله بسيطه، فيها سر واحد، زيت الزيتون يا جماعه. زيت الزيتون راح يفرق بشكل رهيب مع القلاي. بكل بساطه قلبنا الثوم والفلفل بكميه مناسبه تمام. زيت الزيتون حطينا حطينا كيلو بندورة طازة بلدية، من بعدها ضفنا كمية زيت الباقية، وكل شوي بكشف على الطنجرة أو على القلاي منقلبها ونستنى لحتى تنشف معانا وناخذ القوام اللي بدنا إياه. وأكيد الطناجر اللي أنا اليوم مستعملها هي هوت بوت من البازار الصيني، موجود بالصوفية وموجود كمان بفرع الرائد. حبيبنا يعني شف الله يعطيك الف عافيه، راح نرجع لك والريحه بلشت تطلع ابو حجزين. فخلص رسالتك عشان بقول لسه في كمان تحدي. لسه في تحدي 100%. طيب عند مين وصلنا احنا؟ سالتك اللي هو السؤال الثاني، سالت عن المحيط الهادي. السؤال الثاني اوكي. هلا السؤال عندك معناته اوكي. شو عاصمه بولندا؟ عاصمه بولندا دقيقه شوي، وارسو.
عصر. ممتاز 100%. 1-1 نتيجة سيدي. تمام. سؤال بيقول لك سيدي، ما هي أكبر جزيرة في العالم من ناحية المساحة؟ استراليا. صحيح 100%. والله لا الورد مهلوبة مدرب قبل يجي. سؤال عندك سيدي تفضل. ما هي الدولة العربية التي يمر بها خط الاستواء؟ الصومال. برافو 100%. تمام اوكي 2-2. ما هي عاصمة النرويج؟ عاصمة نوعا ما تذكرها كثير. كوبنهاجن. لا كثير بيجي ذكرها في الاخبار. ما انا عارف. انا عشان هيك استنى شوي. النرويج انت عارف انا مواليد هناك. تمام. شو راح اعطيك خيارات راح تعرفها. عشان هيك تعرف اللي يكون الاشي على راسي زانك بشبه اسم سلطه صافي. هذا بس انا مش عارفها. اعطيني خيارات بس عشان اشوف شو السلطه. بس بل سيزر سلطه. سيزر سلطه. كول سلو. اوسلو. خسرتك النقطة بس. ماشي سيدي 100% سيدي. تفضل عندك. أطول نهر في أوروبا. أطول نهر في الدانوب. يا سيدي لا أوكي زلمة الهلوب. أوكي ما هو الاسم القديم للمحيط الأطلسي؟ الأطلنطي. لا بحر الظلمات. أيوة الله عليك الله عليك. ممتاز. يلا سيدي تفضل عندك. العقرب قديش بقدر يظل بدون طعام وشراب؟ لا تقرب. يمكن قرأت 27 يوم 28 يوم مرة توقع شيء مش عارف. مكتوب عندي 4 أسابيع فإذا بنحسبها صحيح. طب أنت حساعدني يعني خليني دخلت إيش؟ لازم حسبت ليها صح؟ خلاص ممتاز حسب ليها صح. من كم لاعب يتكون فريق كرة السلة؟ 5. الله عليك أبو حتزير فخم. السؤال عندك سيدي. مين اللي حط الأسئلة؟ جورجيا أي قارة؟ سعاد. إيش سعاد بتغشي؟ بقول لك جورجيا تقع في أي قارة؟ أوروبا 100%. اتوقع في تنتين جورجيا بتجي. لا مش اللي في امريكا اكيد. شيء لا اكيد مش اللي في امريكا. مش ولايه جورجيا نحكي. عن جورجيا كدوله. كدوله. شوف في شو في اكلات جورجيه. طيب اكلات جورجيه. اكلات بالضبط. يعني لو قال لك سبانخ كيف راح تعرف؟ راح امشي خلاص ويضحك علي وعلى المشاهدين وخلاص يعني يمشي ده اي شيء. تفضل. طيب جورجيا تقع بين اسيا واوروبا. تمام. طيب ما هي عاصمه اثيوبيا؟ اديس ابابا. الله عليك. تعرف ألوان العالم طيب تبعهم؟ والله أنا شفته مرة بالزمن جات يعني. طب لون من ألوان العالم تبعهم تتذكر؟ في أبيض يعني؟ لا إيش في أبيض؟ تكون من اللون الأخضر والأصفر والأحمر والأزرق كلها؟ لا هم شوي طفشوا؟ يلا سيدي السؤال بعد. شو ما هي المدينة التي كانت تسمى قديما بيزنطة؟ عطي طب قرب لي حاول قرب لي الجواب شوي. الكرك. طيب سماشيه. ليش مش شمالي؟ الربا. كل الخيارات غلط. اسطنبول. اسطنبول. كل الخيارات غلط. طيب اكبر الدول العربيه من حيث المساحه؟ اظن الجزائر. صحيح ابو فخم. فخم 100%. تفضل سيدي. كم ما هو الرمز الكيميائي للحديد؟ اعطيني خيارات. مشاكك ما بين شيء وشيء. طيب بي بي اي ار. لا اف اي. لا بي بي ولا اي ار. اف اي 100%. تمام. طيب سيدي العزيز يعني هاي يا سعاد سؤالات تحطي لها مجد حجازين. هذا سؤال تحطي لها مجد حجازين. ما هي البلد التي يطلق عليها فارس؟ بلاد فارس. مبينة. لا لا علي. هو رمز الحجازين. مجد الحجازين ما يعرف هذا ما له هاي. طيب سؤال عندك سيدي. كم عدد طوابق برج إيفل؟ كم عدد طوابق برج إيفل؟ شوي كثير غريب السؤال. شوفهم ورخص 12. ملخص بس قديش بنا قد يعني مثقفات. طيب اعطيني خيارات. 6 3 1 6 3
انا اول مره بعرف معلومه غلط. انا اول مره بعرف انه اصلا هو طوابق. هو قديت جواب اصلا شو الجواب؟ ثلاث طوابق؟ جد بس مبالغين الشباب ما. او سعاد مبالغه بالاجابه ما بعرف. طيب. ايش هي المدينه التي تسمى مدينه الشمس؟ مدينه الشمس يابان. لا هي مدينه مش دوله، مدينه موجوده ببلد عربي. موجوده ببلد عربي مش كثير بعيد عنه. خيارات؟ طلع لي علي. ام السماق. حلو ام السماق لطيف. بعلبك. طبعا اكيد ام السماق. اكيد بعلبك يا خيي 100%. قد ايه نسبه جوعك حاليا؟ كثير جوعان. احتمال اكل انس نفسه. لا بعض على ذلك. الشيف يهرب حاليا. طيب سيدي احنا هيك خلصنا التحدي تبعك. قد ايه نتيجه سعاد؟ 8-8 تعادل. انا كثير بتعادل مع الهون مع الشباب اللي موجودين معنا. الف مبروك التعادل سيدي. روحك رياضيه. هذا البرنامج برعايه كريم هايبر ماركت.